السلام عليكم. وعليكم السلام اخي مصطفى. سي بلال، اول انتصار في البطوله المغربيه ديال المغرب التطواني. اول انتصار صراحه مهارمنا من الانتظار، 7 دورات وحنا كنتسناو هذا الانتصار هذا، والحمد لله يكون واحد انطلاقه للفريق باش نزيدوا لقدام ان شاء الله يا ربي. روح الفريق، روح الفريق كنشاهدوا في هذه المقابله الاخيره، هذه الروح اللي خصنا نبقاو بها دائما والاخر البطوله باش نشوفوا واحد الفريق متجانس، والحمد لله احنا عارفين بان كاين لاعبيه تما وان شاء الله غادي ننافسوا على اللقب. رأيك في التصرف زيد كروش مع جمهور الرجاوي والتصريح؟ التصرف ديال زيد كروش هذاك واحد التصرف كتسمى اي لاعب يقدر يعدلو، وهو قدم واحد الاعتذار، واخا ديك الاعتذار يعني جرحنا بزاف لان ماشي اعتذر من جمهور، وقال بان جمهور الرجاوي جمهور كبير، ولكن هو قال عاود صحح بان جمهور تطوان يعني جو عنده جمهور عالمي. التصريح ديال مهدي الخلاطي، مهدي الخلاطي تشوف هذاك واحد اللاعب يعني واحد اللاعب خالق، حنا كنعرفوه شخصيا يعني كنعرفوا بانه يعني خديك التصريح يعني هذاك ناتج عن الفرحه، لانه يعني كان واحد السب واحد الشتم ديال الجمهور، نتائج في المنصه كانوا مشاو وعدلوا يعني شي تصرفات صراحة ما كانش يعني في حدود الفريق في المقابلة القادمة مع المغرب الفاسي. أولا المغرب الفاسي يعني قام بواحد الانتداب للمدرب الجديد، حنا كنعرفوا أن الفريق كيعمل يعني واحد الانتداب بحال الطوسي، يعني بأنهم جابوا الطوسي يعني هو عانى الأمرين. واش كاين الحدود على المنافسة في البطولة؟ كاين حدود، أنا دائما كنقول دائما كنآمن بروح الفريق، كنآمن بمغرب تطواني، لأن خصنا آخر كلمة وإن شاء الله غادي ننافسوا على آخر كلمة وإن شاء الله غادي نشوف خط تصاعدي، وإن شاء الله غتبقى تطوان دائما في القمة، وخا كاين بزاف الحسد كيحسدوها، وهذه واحد الكلمة غنقولها، عيد ميلاد سعيد سيمبري بالوما. كلمة الأخرية الأخيرة سي عبد الملك أبرون. سي عبد الملك ابرون كنتمنى شي انتدابات ان شاء الله في راس السنه، نشوفوا شي انتدابات ولو غير جوج او ثلاثه يكونوا شي لاعبين في المستوى، لاننا هرمنا من الانتظار. شكرا. الله يبارك.